السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبيب قلبي؟ عاملين ايه؟ احنا النهارده جايبين تحدي جديد ويا رب يعجبكم. احنا جايين بقى ايه؟ البط والبطاطس في كيس الحراري والمكرونه، تدي بقى الرز والبط برضو والبطاطس. بس احمد من زي ما انا قلت لكم يعني لازم ينكد علينا قبل كل تحدي، فتخليه معايا وما رضيش يطلع. انا مش طالع، فقلت له خلاص براحته، فالاكل بتاعه زي ما هو يعني. احنا اصلا تخلي معايا وحاطين الاكل، فقلت له خلاص براحته، مش عايز تطلع ما تطلعش. انا بقى طبق المكرونه دوت بالبط والبطاطس. يلا انا كده هشتغل لوحدي، بعمل التحدي لوحدي، يا رب يعجبكم. شطه كده هو سابني ودخل، اصلا سابني ودخل قفل الباب ودخل. فانا الاكل بتاعه زي ما هو. انا عارفه ان الشطه اصلا غلط عشان زوري تعبني، بس استحاله اكل مكرونه من غير شطه. البط في الكيس الحراري بجد جميل. انا عامله الطريقه بتاعته على قناه الشطاره في المطبخ التاني، جربوها هيعجبكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بقى الاكل برد، طب البدر والله سو احمد كده طبيعته يعني. اي وقت يقعد يزعق ويتخانق. بصوا البطاطس في الكيس الحالي بتبقى عامله ازاي، جميله طعمها جميل كمان. البطة يا الدبوس شكله جميل طعمه جميل. كل فيديو بنكد عليها وما تطلعش. من غير والله ما اعملوا اي حاجه، ربنا يهديه. ده حرام برضو ما اعملش يعني، هو خلاص ما رضيش يعمل ما اعملش. ما انا طالع عيني طول النهار في العمايل وفي الاكل والعيال، وبستنى اللي هو يجي عشان اعمل التحدي. في الاخر بقى ما اعملهوش،
لا واحد اهو. ما تخافيش اللي هو ما يستويش، لا يستوي في كيس الحريق، بيستوي يبقى جميل وبياخدش وقت. يعني لما بعمله سليم على النار من فوق بياخد وقت اكتر من الكيس الحريق. كمان عامله الاكل اللي بيحبوه، عامله الرز شد ومكرونه. الصلصه بقى ما تكون حراقه كتير كده وحراقه، بحبها قوي.
البط بيبقى فيها سمين كتير. ماشي بقى، حبة البطاطس دول بس عايزه اقول لكم جربوا البط كده بجد بيبقى جميل جدا. لو انت مش محتاجه شوربه البط في حاجه، كل ما يبقى عندك شوربه مش محتاجه شوربه اعملي البط كده بيبقى جميل قوي، بالذات البط. بصوا البطاطس شكلها عامل ازاي، انا هعمل لكم الطريقه على شطاره في المطبخ. طريقه البط ده لو عايزينها اكتبولي في الكومنتات وانا هحط لكم اللينك. وانا عامله برضو الصبح تحدي لوحدي، تحدي الكسكسي منزلاه النهارده، فيا ريت تخشوا تشوفوه ان شاء الله يعجبكم واعملوا لي لايك. وكده انا خلصت اهو، معلش بقى انا اطلع اكل لوحدي وبقول لكم كده واكلمكم كده، معلش انتوا حبايبي بس غصب عني انا اللي كسبت. هو ربنا يهدي، هو لازم كده كل فيديو. فبس يا حبيب قلبي، يا رب الفيديو يكون عجبكم. شجعوني ودعموني بجد، انا تعبت النهارده قوي في الاكل وفي مع الاطفال وكده، فحابه ان حد يشجعني. احمد الحمد لله جه نكد عليا في اخر ما رضيش يطلع معايا، ويا رب انتوا بقى تشجعوا وتشجعوني. انت بقى اعملوا لي لايكات، يخش يشوف الفيديو يا رب يعمل لي لايك. يلا يا حبيبي قلبي، سلام.